السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه رواق، ده من أهم المواقع المهتمة بترميم التراث الثقافي في فلسطين، ودي الصفحة الرئيسية. وهنبدأ نفتح بعض الصفحات كده ونبص عليها. نخلي بالنا إن في رواق دوت أورج، ده الموقع اللي احنا بنتكلم عليه، وفي رواق موقع ممتاز برضه بيدي كورسات. طيب تعالى واحدة واحدة، هنقول له هنا انظر الخارطة، ونبدأ نعمل زوم، وكل نقطة من دول بتلاقي المعلومات الخاصة بها. مجرد ان احنا ندوس عليها هيبدأ يدينا المعلومات دي. ترميمات المباني التاريخية، فيبدأ يجيب لنا مركز خدمات الظاهرية، ويبدأ يدينا كل المعلومات الخاصة بيه. المباني ما شاء الله يعني حاجة يعني تشرح النفس، ما شاء الله حاجات جميلة جدا. تعال نبص على الخريطة تاني. لازم نبص على خرائط القدس وفلسطين وغزة، ونبدأ نفهم أكتر للقضية. ممكن نيجي هنا نكبر ونصغر زي ما احنا عايزين، لأن الموضوع معركة وعي، فلازم يكون عندنا وعي بكل حاجة بتحصل، ونعرف أولادنا بخريطة فلسطين، نعرف بالتراث اللي موجود، العمارة اللي موجودة. تعالى نشوف غزة. تعالى الزيتون، ممكن تخش على خريطة جوجل تشوفها بشكل أفضل. تعال نبص هنا برضو، ما شاء الله جهد قوي جدا، ربنا ييسر لهم الخير ويتقبل منهم. دي المراكز التاريخية تقدر انت تشوفها، المشاريع الموجودة، المكتبة. المكتبة فيها شوية كتب حلوة ومقالات. تعال نخش على المكتبة، وفي جاليري اهوت. المقالات بيقولك 50,000 صورة فوتوغرافية عن الفن بين القوة والفعل والصراع العثمانية وموروث فلسطين. مقالات مهمة جدا ان احنا نقرأها. دي المباني التاريخية، مهم جدا ان احنا نعرف طرق البناء التقليدية اللي كانت موجودة. وعندنا دليل رواق لسنة ترميم المباني التاريخية في فلسطين، ودي الكتب، مطاعم فلسطين، وده الكتاب. فأتمنى يعجبكم الموقع إن شاء الله.